التحليل ده يطلع امتى؟ اديني كام يوم كده وانا اقول لك النتيجه. بس انا وجهه نظري البنت ما ينفعش تعيش معاك اليومين دول. اعرف النتيجه الاول وبعدين اقرر. حبيبي انا ما بتكلمش على كده، انا بس بقول ان وجود البنت معاك وانت في الحاله دي مش كويس عليك ولا عليها، علشان كده انا هاخدها معايا البيت لحد ما نتاكد، بس نعرف ان هي من دمنا ولا مش من دمنا، وساعتها نفكر هنعمل ايه. وتقول ايه لمراتك؟ اكيد هتعرف ان في انفصال، لكن تاكد الكلام اللي انت قلته لي هيقدر سر بينا طول العمر. وزي التحليل قال انها مش بنتي. يا اخي ما تسبقش الاحداث. اهلا وسهلا. اتفضل سعاده الباشا، ايه الحاجات اللي طلبتها؟ اوعى تكون مش بتاعتها وجايب لي حاجه من عند جماعتك. عيب يا سعاده الباشا. الله، انت بتكلم راجل. هنشوف حكمنا ليه طريقه بعرف بيها الراجل من العيل الصغير. ويا ويلك وسواد ليلك لو طلعت بتزاك عليا. طب وكتاب الله يا باشا، وكتاب الله الحاجات دي بتاعتها وتخصها وما تخص الجماعه بتوعك. خلاص يا عم، ده حلفت هصدقك. خد امسك. خيرك مغرقنا يا باشا. يا عم خيرك مغرقنا والله. انت لسه شفت حاجه؟ يوه، الحاجات دي كلها لسه فكه تصبيره. إنما بقى وعني مني هتشوف الفلوس اللي بجد. توكل على الله، توكل على الله يا باشا. بسرعة بسرعة يا باشا. شفته بره ده؟ ده عم حضرتك فهمي بيه، كان بيسأل على حضرتك، وقلت له حضرتك مش موجوده في الفيله ولا ايوتها حد موجود في الفيله. عشان كده اول ما شافني طار بعربيته وانت جريت على جوه. لا حضرتك، هو وقف جنب سور الفيله وقعد يكلكس بالعربيه، لقيته عم حضرتك فهمي بيه. بيكلكس؟ طيب يا حافظ، معاك ساعه تلم فيها هدومك وتتكل على الله. مش ساعه برضو تكفيك؟ انا ما عملتش ايوتها. سمعتني؟ وكتاب الله ساعه لحضرتك وبعدين؟ هنفضل كده كتير؟ هو انت اول ولا اخر واحد ينفصل عن مراته؟ طب انت عارف ان هي صرفت النهارده التشيك اللي انت كنت كاتبه للايجنسي بتاعتها؟ يعني هي عايشه حياتها وانت عامل في نفسك كده. وبعدين دي عمرها ما كانت تستاهلك، انت ضفرك برقبتها. مستر نديم، الشغل كله ملخبط والدنيا بايظه، انت عارف انت فاتح كام بيت؟ مستر نديم، الناس دي ذنبها ايه؟ مستر نديم، احنا كلنا بنستمد قوتنا منك واولهم انا، ومفروض ما تسمحش لاي حاجه في الدنيا دي كلها تكسرك. مش انت اللي علمتني كده؟ ومش عشان دي؟
يعني اي واحده في مكاني كانت بتعمل ايه؟ لما تدخل تلاقي السكرتيره قاعده على حجر جوزها وهو عمال يفعص فيها. اكمل معاه ازاي؟ كان لازم طبعا اطلب الطلاق. طب وذنب بنتك ايه؟ ذنبها ان ابوها خاين. وهو ما حاولش يعتذر لك ولا يبرر لك عملته السودة دي؟ يوه حاول بس. ده شويه شويه كان هيوطي على رجلي بوسها. بس انا كرامتي ما تستحليش اعيش مع واحد غوطي زي ده. مش كفايه عايشه وساكته؟ لان لولا ان انا بنت ناس ومتربيه كان زماني فضحته. هو في سر بس انا مش هقدر اقوله. سر ايه؟ مش هينفع، حرام. ده مهما كان ابو بنتي. ما تقولي يا رشا سر ايه؟ هو احنا غربة عنك؟ ده احنا اصحابك. بس ما قلتش حاجه. اكيد. بس اللي كان بيعمله مع السكرتيره ده يعني منظره على الفاضي. عايز يثبت رجولته. انما الحقيقه خلاص بقى يا جماعه، مش هقدر اقول اكتر من كده. وده كان شرط الطلاق ما بيننا. انت متاكد؟ طبعا متاكد. دي تحاليل يا نديم. يعني لوجي بنتي من دمك ولحمك. مفيد. تجنبت حبيبي انت اخويا. يعني لو في اي شك من التحليل ده ان ايه هقول لك فورا. ايه معقول يعني هننسب لنفسنا واحده مش مدمنه؟ طب انا عايزها ترجع البيت. مالها يا حبيبي؟ اجيبها لك النهارده بالليل. بس لازم نفكر في سيناريو تاني غير سيناريو سفر مامتها. البنت مش مقتنعه. هشوف. دي ايه ده؟ دي جايه جون. استنى استنى. لا لا اوعي كده. اللي لا هاتي. استنى استنى. ايوه دي فظيعه فظيعه. لا انا واحد واحد واحد. ايه في ايه يا رامي؟ آه على فكره اميره آه لسه قافله معايا التليفون وبتقول ان الراجل عايز يقابلك الساعه 8 بالليل. طلع هنا. بتكلم بجد؟ امال بهزر. طب احلف. والله عايز يقابلك الساعة 8. يعني احنا هناخد الكامبين بتاعت ال 50 مليون من غير ما ندخل في منافسة مع حد ولا نقدم أي برزنتيشن ولا حاجة؟ أمال أنتِ فاكرة الشاليه والمليون جنيه دول هندفعهم عشان إيه؟ لا أميرة دي بجد طلعت تستاهل تستاهل. هو سألتيلي لو كان ليها يد في موضوع الطلاق ده؟ حلفت لي إنها ما تعرفش أي حاجة. الظاهر إن الراجل كان هرشها من الأول وطلقها في الوقت المناسب. طبعًا. طب أقول لك إيه يا رامي؟ كلم أميرة دي وقول لها أجلي الميعاد لبكرة. نعم. إيه؟ مشغولين يا أخي، مش فاضيين. إيه في إيه يا جماعة؟ وإحنا يتشاور لنا نجري كده على طول؟ عندنا ميتينجز. ميتينجز؟ ميتينجز. إيه ده؟ مش فاهمة حاجة. اتفضلي. مدام ملك الجرحي. أهلا وسهلا. مستر نديم طبعا. أهلا يا فندم. اتفضلي. أرزقكم. إحنا ما اتقابلناش قبل كده. ده يا حلوة تشجع. يا فندم؟ قصدي لا صراحة مش فاكرة ان احنا اتقابلنا قبل كده. لا اتقابلنا واتكلمنا وقعدنا بس فين وامتى مش فاكر. والله هما بيقولوا في تحليل علمي للموضوع ده. ده اللي هو ايه؟ ده جافي. ان الواحد يشوف الحاجة قبل ما تحصل. يعني تقريبا. لا انا متأكد ان احنا اتقابلنا. صراحة انا مش فاكرة. هفتكر انا على مهلي. المهم ان اميره قالت لي على شغلك ويا ريت يبقى في تعاون مع شركتنا. والله دي حاجه تسعدني. يا ريت الماركتنج مانجر بتاع حضرتك يقعد مع التيم بتاعنا ونشوف ايه المطلوب بالظبط ونعمله. انت ما بتضيعيش وقت خالص. صراحه لا مش بقوله تايم از ماني. انا احب كده. وانا كمان. قهوه يا فندم. اشرب قهوه. فور حاضر.
عمري يا مستر نادي. قهوه حضرتك بتشربيها ازاي؟ من غير سكر. قهوه قهوه تركي يعني؟ قهوه بس. قهوه عاديه. قهوه تركي من غير سكر. حالا. نايس اوفيس. ثانك يو. ما هو ما بيعملش فولو اب للتاسكس واحنا بنتكلم بالبق يعني؟ اوعي تقولي لي انه مش موجود لاني عارفه ان موجود ان ملك الجرح معاك. بعد اذنك ما تضيعيش وقتك معايا. مش معنى اننا طلقنا انك تلغي الشغل اللي بيننا يا نديم بيه. انا ما عنديش معلومات ان في ميعاد مع حضرتك. هو مش في عقود يا باشمهندس ولا نسيت حضرتك؟ لو سمحت تتفضلي وبعدين تاخدي ميعاد. مش هتفضل. والهانم اللي جايه تستغل الموقف وتنط على شغلي بالطريقه دي هي اللي تطلع بره. انا اسف جدا. اتلمي واخرصي. مش اخرص شغلي وبدافع عنه ولا هو لا بيت ولا شغل. ايه يا ملك هانم؟ محدش علمك ان عيب قوي تنطي على شغل حد تاني بالطريقه دي؟ انا اسف مدام ملك. انت هتجري وراها ولا ايه؟ اسمعي بقى. تفهمي ان علاقتك باي حاجه تخصني انقطعت، واياك تستجري تعتبي المكان ده تاني. حركاتك اللي بتعمليها دي مش هتهتني. انا في عصك تحت جزمتي. تبعدي بالاميال عن اي حاجه تخصني ده لو ليكي كرامه. فاهم ولا لا؟ علي صوتك اكتر وخلي موظفينك يسمعوك، وانا هقول لهم اتطلقنا ليه. ولا اقول لك خلي البوليس هو اللي يقول لهم. دي بلتي اللي عليها اسمك نسيتها هناك.